من تحقيق مملكة البحرين مركزا عالميا متقدما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للمرة الثالثة على التوالي. وفي هذا الإطار تبذل وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تبذل جهودا بارزة من خلال تنفيذ القانون وتقديم المساعدة اللازمة للضحايا والتعاون مع الجهات المعنية بما يسهم في التصدي لمثل هذه الجرائم. يعتبر الاتجار بالبشر من الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لمبدأ حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتبذل وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، تبذل جهودا بارزة في مواجهة مثل هذه الجرائم من خلال تنفيذ القانون الذي يواجه جرائم الاتجار بالبشر والتعاون والتنسيق المستمر مع الأجهزة المختصة ذات العلاقة. إن تحقيق مملكة البحرين للفئة الأولى من ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية وللسنة الثالثة على التوالي جاء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل توجيهات سيدي معالي فريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، من خلال حرصه الشديد على تحديث وتطوير إدارات ومديريات وزارة الداخلية، إلى جانب المساندة والدعم من سيدي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. كما أود أن أضيف أن حصول مملكة البحرين على هذا المركز المتقدم جاء نتيجة تضافر الجهود والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص. ولقد دابت إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على تلقي جميع البلاغات وجمع الاستدلالات وعمل التحريات اللازمة وتخليص الضحايا من المتاجرين وتقديم الرعاية الطبية لهم والقبض على المتهمين وتفتيش مساكنهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. كما أنوه أن هذا الإنجاز يعتبر مفخرة للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية متمثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، بحكم أنها لها الدور الرئيسي في تنفيذ جميع مرئيات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا جهود وزارة الداخلية جهود ملموسة وواضحة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، سواء من حيث التوعية، من حيث تلقي البلاغات، من حيث سرعة إجراء التحريات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات المتطلبة لمكافحة مثل هذه الجريمة. في الحقيقة أن مثل هذه الإجراءات في النهاية تصب في صالح مكافحة هذه الجريمة. ويشيد أعضاء السلطة التشريعية في مجلسي الشورى والنواب باستراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة تلك الجريمة من خلال تأمين الحماية الكاملة للضحايا وتقديم أنواع الدعم والرعاية كافة. أول شيء هنأ القيادة الرشيدة بهذا الفوز المتكرر المرة الثالثة. موضوع الاتجار البشر موضوع هام على مستوى العالمي، البحرين منذ سنوات مهتم بهذا الموضوع، والاهتمام لم يأتي بسبب أوضاع راهنة، إنما أتى بجهود مؤسسية، أتى من خلال تشكيل لجنة وطنية، أتى من خلال توفير موازنة في الحكومة، أتى من جهود مستدامة من الدولة لرعاية هذا الموضوع. بداية إشادة واضحة لمملكة البحرين تستوجب كذلك تحية إجلال وإكبار لسيدي صاحب الجلالة راعي المشروع الإصلاحي، الذي لولا ترشينه لهذا المشروع لما رأى يعني هذا الترتيب المهم لمملكة البحرين النور. المشروع الإصلاحي وضع أسس كثيرة من أهمها تعزيز وحماية حقوق الإنسان لتشمل كذلك حقوق العاملين في مملكة البحرين من الجاليات. المهم هنا بأن التشريعات الوطنية المعنية بموضوع الاتجار بالبشر قد طبقت على أرض الواقع، وهي لم تطبق لولا الجهود المخلصة للقائمين على هذا الأمر، وأكيد من أهمهم وزارة الداخلية برجالها ونسائها، أيضا وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة تنظيم سوق العمل، وزارة الخارجية وغيرها من الجهات التي وضعت هذا الموضوع هدف، والحمد لله حققت العام الثالث على التوالي. الدور الكبير اللي قامت به وزارة الداخلية بكامل طاقتها، خصوصا خلال مجمل السنوات الماضية على محاربة الاتجار بالبشر، من خلال الدور الكبير في حماية حقوق الإنسان وحفظ الأمن والأمان، وهو اللي جعل من مملكة البحرين هي تنفرد في رأس قائمة تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، اللي
للحمد لله أن احنا وصلنا للعام الثالث على التوالي في مملكة البحرين أن احنا نفوز بهذه الجائزة. وزارة الداخلية عملت على تطبيق كل سبل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدح حفظه الله ورعاه، وتوجيهات معالي وزير الداخلية على قدسية حفظ حق الفرد في اختيار حياته والعيش بحرية كاملة دون قيود أو انتهاك لهذه الحرية. إن ما حققته وزارة الداخلية من مكانة دولية متقدمة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر هو إنجاز نوعي متميز وتتويج للجهود الوطنية الناجحة في مجال إنفاذ القانون، ما يعكس تقديراً عالمياً لدور مملكة البحرين وحرصها في الحفاظ على الأمن وحقوق الإنسان.